السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشتغل مع بعض كورس عن الوايرلس كوميونيكيشن تشانلز. في الحقيقة أي كوميونيكيشن سيستم زي ما احنا عارفين بيبقى عبارة عن ترانسميتر وعبارة عن ريسيفر وفي ما بينهم في النص تشانل. التشانل بتاعتنا في الوايرلس هي عبارة عن الهواء، مفيش حاجة ناثينج يعني. طب هندرس إيه؟ إيه المقصود إن احنا ندرس الوايرلس كوميونيكيشن تشانلز؟ في الحقيقة المقصود هنا إن احنا ندرس إزاي الباور بتتغير مع الديستانس. يعني مثلا لو انت حطيت جهاز الريسيفر بتاعك هنا الباور هيتغير مع الديستانس ازاي، لو شلت الجهاز الريسيفر ده واتنقل لمكان تاني الباور هتتغير ازاي، لو بعدت الجهاز شوية الباور هتتغير ازاي. فتغير ريسيفد باور مع الديستانس بتاعتنا هو ده المقصود بان احنا ندرس الوايرلس كوميونيكيشن تشانلز. طيب الوايرلس كوميونيكيشن تشانلز ديت بتنقسم لشقين، شق خاص باللارج سكيل وشق خاص بالسمول سكيل. من الاسم كده لما نتكلم عن اللارج سكيل ايه المقصود بيها؟ المقصود بيها ان انا عندي هنا الانتنة وادي عندي الريسيفر بتاعي هنا مثلا، وبدأ يستغير الباور مع الديستانس على مسافات كبيرة. يعني ايه على مسافات كبيرة؟ يعني مثلا سي انت هنا دلوقتي على بعد 1 كيلومتر من الانتنة، طيب لما تروح على بعد مثلا 5 كيلومتر من الانتنة هتبقى الباور قد ايه؟ لما تقرب شويه تبقى 500 متر، ها تبقى الباور قد ايه. فانت هنا بتدرس تغير الباور مع الديستانس بس على مسافات كبيره، عشان كده احنا بنسميها لارج سكيل. السمول سكيل لو انت حركت الموبايل ده مثلا سي 2 سنتيمتر من مكانه هتشوف ازاي الباور بتتغير. يعني اللي احنا هنعرفه بعد كده ان شاء الله في الكورس بتاعنا ان مجرد بس التغير انك تحرك الموبايل بتاعك 2 سنتيمتر في اي موضع او في اي لوكيشن الباور ممكن تزيد او تنقص بمعدل 10000 ضعف. 10000 ضعف الباور بتاعتك ممكن تزيد او تنقص مجرد ما الحركه الصغيره اللي انت حركتها دي كده للجهاز الريسيفر بتاعك. واضح؟ فانا عندي دلوقتي نوعين اتنين من الدراسه، دراسه على اللارج سكيل ودي بنهتم بيها ان احنا ندرس ازاي الباور بتتغير مع مسافات بعيده، ودراسه على السمول سكيل ودي دراسه يعني بتتم ازاي الباور بتتغير على مسافات صغيره. طيب واحد دلوقتي يحب يسال سؤال يقول لي دكتور يعني مسافات بعيده ومسافات صغيره يعني ايه بعيده وايه صغيره؟ في الحقيقه لازم يكون عندنا ريفرنس هنا. الريفرنس اللي احنا بنتكلم عليه هو الويفلينث بتاعتك. لو انت بتتحرك فراكشن من ويفلينث، فراكشن من الويفلينث يبقى انت شغال على السمول سكيل. يعني ايه فراكشن من الويفلينث؟ يعني انت عندك مثلا في الفور جي في الجيل الرابع الويفلينث بتاعتك مثلا بتبقى حوالي 14 سنتيمتر، فراكشن منها يعني انت بتتحرك بتتكلم في 2 سنتيمتر او 3 سنتيمتر something like that. ماشي كده؟ فلو انت اتحركت على المسافه دهيت هتلاقي significant change في الباور بتاعتك. طبعا هنعرف ليه وايه السبب بعد كده ان شاء الله في الكورس بتاعنا. طيب لو بتتكلم على 5G فال 5G اللي فيها بالملي يعني المليمتر ويف هي اللي شغاله في ال 5G، فانت لو اتحركت مليمتر من مكانك يمين او شمال فوق تحت فممكن الباور تزيد او تنقص بمعدل 10000 ضعف up to 10000 تايمز. طيب اللارج سكيل انت بقى لو بنتكلم بقى لو انت اتحركت مثلا مسافه اكتر من 20 لمبه مثلا، يبقى بتحرك على مسافات اكتر من 20 لمبه يبقى احنا كده بنتكلم على اللارج سكيل. سؤال دلوقتي تعال نتكلم على اللارج سكيل تحديدا ونشوف ايه اهميتها. ايه اهميه ان انا ادرس الباور على مسافات بعيده زي ما قلت؟ ادي الانتنة اهيت وادي عايز ادرس تغير الباور على بعد مسافه كيلومتر مثلا وعلى بعد مسافه 5 كيلومتر او 10 كيلومتر او كده، ده هيفيدني بايه يعني؟ في الحقيقه احنا لما يجي نبدا البلاننج يعني تخطيط ازاي تخطط لشبكه، لو انت عندك ديت الاريا بتاعتك وعايز تعرف هتحط كام انتنة هتحطهم في الاريا دهيت هنعمل ايه؟ دي اهميه الدراسه على اللارج سكيل. دي بتديني الانديكيشن ازاي اعرف عدد الانتنز اللي انا هحطها عشان اغطي المنطقه بتاعتي. عدد الانتنز اللوكيشنز بتاع الانتن هحطها فين؟ في انهي منطقه؟ هحطها هنا ولا احطها هنا ولا احطها في النص هنا ولا احط الانتنز فين بالظبط؟ اوزعها ازاي في الاريا بتاعتي؟ اطوال الانتنه احط الانتنه بتاعتي على اي طول؟ يعني احطها اي طول 5 متر 10 متر 20 متر اي طول احطها؟ الباور اللي طالعه من الانتنه
الباور اللي طلع من الانتن، هحط هخلي كل انتن تطلع كام وات، 20 وات 40 وات 60 وات 2 وات، هتطلع كام وات بالظبط. فدول الفور بارامترز الاساسيين اللي احنا هنطلع منهم او اللي احنا هناخدهم من دراسه اللارج سكيل. يبقى مره تانية، اللارج سكيل الهدف منها ان انا اعمل بلاننج، اعمل حاجه بيسموها كفرج بلاننج. لو انت عايز منطقه عايز تخليها اندر كفرج، هتحط فيها كام انتنه، هتحط الانتنه فين، اطول الانتنه هتبقى ايه، كل انتنه هتطلع باور قد ايه، وهكذا. فبدون معرفه اللارج سكيل يبقى احنا كده مش هنقدر نخطط لاي وايرلس نتورك عندنا، سواء كانت سيلولر او اي شيء تاني يعني. طيب تعالى نتكلم بقى تحديدا عن السيلولر كوميونيكيشن. السيلولر كوميونيكيشن معروف طبعا انها شبكات الموبايل. طيب انت لو انت جاي منطقه اهيت وعايز تغطيها، مثلا بلد زي القاهره او اسكندريه او اي بلد، وعايز تنشئ فيها شبكه، فاتفقنا ان دراسه على اللارج سكيل هتديني عدد الانتنز اللي هحطها واماكنها والاطوال بتاعتها والباور اللي طالعه من كل انتن. ولكن كمان في فاكتور مهم جدا كمان بيبقى موجود في السيلولر كوميونيكيشن تحديدا، يعني ايه الفاكتور ده؟ الفاكتور ده حضرتك ان انت بيبقى عندك ادي السل بتاعتك اهيت وادي الانتن، تمام. طبعا انت هنا في السل بتبقى في اوبستكلز، في مباني وفي يعني هضاب، في ساعات احيانا جبال، في يعني اوبستكلز مختلفه يعني. فدي اوبستكلز، الاوبستكلز ديت احيانا بتمنع السيجنال انها توصل لليوزر. يعني انت ممكن تبقى جنب الانتنه مباشره، ممكن تبقى هنا في المنطقه ديت كده، بس انت ما انتش شايف الانتنه، ما معكش سيجنال. ليه ما معكش سيجنال؟ لان في اوبستكل حيشك، في اوبستكل مانع السيجنال انها توصل لك. ففي الحقيقه هنا بنعرف فاكتور مهم جدا، الفاكتور ده هو اسمه البرسنتج اوف كفرج او كفرج برسنتج. يعني انا عندي اريا اهيت والمفروض الاريا دي انا مغطيها، ولكن انا ساي مثلا نتيجه الاوبستكل دي انا هغطي منها 98% او هغطي منها 95%. فده فاكتور مهم جدا. يعني الفاكتور ده يعني تزداد اهميته لما تكون بتشتغل مثلا في اماكن سياحيه، لو عايز تخطط شبكه في مكان سياحي او في مطارات الطياره وهي بتعمل لاندنج، الناس بتفتح الموبايلات بتاعتها، كل اوبريتور عايز يخطف الرومينج. يعني انت كله مقصود بالاوبريتور هنا الشركات المشغله للشبكات الوايرلس اللي هي زي فودافون واورنج وهكذا يعني. طيب كل اوبريتور عايز يخطف الرومينج من الناس اللي مسافرين، فانت محتاج كفرج كويسه جدا. فعشان كده في المناطق السياحيه والمطارات بتبقى البرسنتج اوف كفرج كل اوبريتور بيظبطه ان هو يبقى 98% تقريبا، يعني ما بين 98 99% حاجه زي كده، لان انت عمرك ما توصل 100% نتيجه عدد نتيجه ان في اوبستكلز عندك في السل بتاعتك يعني. طيب في المدينه لو انت بتتكلم في قلب المدينه والكلام ده، فالبرسنتج اوف كفرج تبقى تقريبا في حدود 95%. لو بتتكلم في قريه او يعني اماكن على اطراف البلد او حاجه زي كده، فالبرسنتج اوف كفرج بتاعتنا بتبقى حوالي 90% 91% حاجه زي كده. طيب ايه الفاكتورز اللي بتتحكم في البرسنتج اوف كفرج؟ يعني في فاكتور كتير جوه بتتحكم في البرسنتج اوف كفرج، دي داخله في الديزاين بتاعك لاي لشبكات الوايرلس عموما يعني، وبالتحديد شبكات السيلولر. فدي ان شاء الله هنعرفها في الكورس بتاعنا اللي احنا واحنا بندرس اللارج سكيل فيدنج. طيب تعال نشوف كمان في شبكات المايكرويف. شبكات المايكرويف ادي طبعا شبكات المايكرويف زي ما احنا بنشوف الانترنت ديت، طبعا بنشوفها في الشوارع وعلى الطرق والكلام ده. المايكرويف احنا عارفين ان هو المفروض يبقى لاين اوف سايت. يعني ايه لاين اوف سايت؟ يعني الترانسميت انتنه شايف الريسيف انتنه بالظبط. ادي الترانسميت انتنه بتاعتي شايف الايه؟ الريسيف انتنه. السؤال دلوقتي لو انت عندك في النص بقى عندك جبال او عندك مباني او عندك اشياء من هذا القبيل، السؤال هتطلع فوق الجبل قد ايه؟ يعني اللاين اوف سايت ده يبقى فوق الجبل قد ايه؟ ده مهم جدا، دي المسافه دي مهمه جدا. فعشان نعرف المسافه دهيت يبقى احنا محتاجين ندرس اللارج سكيل فيدنج، لان لازم نعرف حاجه اسمها فاينل زون. يعني لازم نكون عارفين فاينل زون، ولان المسافه دي هتبقى جزء من الايه الفاينل زون. فوزاوت دراسه اللارج سكيل فيدنج احنا ما نقدرش ابدا يعني نعرف احنا هنطلع قد ايه فوق الجبل، هيبقى تبقى الانتنه شايفه بعضها قد ايه، المسافه ما بين الترانسميت انتنه والريسيف انتنه قد ايه،
كل دي أسئلة هيجاوبني عليها اللايجر سكيل فيدنج. طيب لو انت حتى بتصمم شبكه وايرلس، لو انت حتى بتصمم شبكه وايرلس لان، وايرلس لان طبعا كلنا في البيوت عندنا وايرلس لان، بس طبعا الامر يختلف لما تكون بتصمم مثلا وايرلس لان جوه مبنى زي المبنى اللي قدامك ده كده، مثلا مبنى لمستشفى كبيره او مؤسسه حكوميه كبيره كل فيها طوابق متعدده وكل طابق فيه غرف يعني عدد كبير جدا من الغرف، محتاج تحط اكسس بوينت. فالاكسس بوينت دي هتحطها فين؟ يعني على ايه المسافه بين كل اكسس بوينت واكسس بوينت؟ هتحطها على انهي ارتفاع؟ هتطلع باور قد ايه؟ فكل الكلام ده اللي هيجاوبني عليه اللارج سكيل، الدراسه على الايه؟ على اللارج سكيل. لو انت بتصمم الشبكه في سوبر ماركت كبيره، طبعا لو عايز تعمل وايرلس لان جوه سوبر ماركت كبير الامر هيختلف تماما عن لما تكون بتعمل وايرلس لان جوه مؤسسه حكوميه او مبنى بالشكل اللي قدامنا ده كده، فالامر يختلف. ايه اللي يختلف؟ يعني هيختلف في ايه؟ طبعا الاختلافات والكلام ده كله اللي هيجاوبنا عليها هو الدراسه على اللارج سكيل. فالشاهد في الامر ان اللارج سكيل يعني الدراسه على اللارج سكيل هي دراسه مهمه جدا جدا لنا عشان نقدر ننشئ بيها شبكات الوايرلس بصفه عامه. طيب تعالى دلوقتي نتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي هو مين اللي مهتم باللارج سكيل؟ مين اللي مهتم بالدراسه على اللارج سكيل؟ وان الدراسه على اللارج سكيل انا بدرس التغير الباور على مسافات بعيده، على مسافات متباعده. طيب في عندي يعني نوعين من الدراسه، في ان عندي ناس اكاديميين، ناس شغالين في الريسيرش والاكاديميا، ودول يعني مش بيعوزوا شغل اللايج سكيل كتير، يعني هو بس كل اللي عايزه من اللايج سكيل هو الكونسبت فقط، وممكن ناس تقعد تشتغل في الريسيرش طول عمرها ما تحتكش باللايج سكيل نهائي، واللي بيحتك باللايج سكيل هو عايز الكونسبت. فهو اللايج سكيل بالنسبه للاكاديميا وبالنسبه للريسيرش حاجه مش مهمه كتير. والله هو ممكن يقابلك لو انت مثلا بتشتغل في الكوبريتيف كوميونيكيشن مثلا، يعني عندك ترانسميتر، عندك ريسيفر، وعندك هنا مثلا ريلي somehow، فانت محتاج يعني تاخد في اعتبارك بس فرق المسافات وازاي فرق المسافات هيغير في السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتك. طبعا ده يعني شغل ريسيرش وكده، اللي الطالب اللي بيعمله او الباحث اللي بيعمله ان هو بس بيغير في السيجنال تو نويز ريشيو somehow. لو انت مثلا عندك شغال على المالتيبل اكسس، عندك ادي بيز ستيشن اهيت، وعندك هنا يوزرز مختلف في اماكن مختلفه، وبتدرس حاجه مثلا زي الشانل استيميشن في السنجل كاير اف دي ام اي مثلا يعني. فمجرد ان اليوزرز بقت على ابعاد يعني مختلفه من البيز ستيشن، المفروض تغير في الايه، في الباور المستقبلة من كل يوزر على حسب اللوكيشن. ودي برضك معادلة بسيطة يعني الطالب بيحطها في البرنامج بتاعه أو بيشتغل بيها وزاد ست يعني. فالأمر الخاص باللايج سكيل الباحثين أو في الأكاديمية عموما ما هوش يعني ذو قيمة كبيرة يعني، بس الطالب أو الباحث المفروض بياخد في اعتباره الكونسبت بتاع اللايج سكيل. ولكن بقى على الناحية التانية تماما في الاندستري، طبعا الطلبة بقى هنا بنتكلم على الاندر جراد، طبعا طلبة الاندر جراد اللي هم هيطلعوا يشتغلوا بره في الفيلد، والخريجين بتوعنا اللي هم بقى يشتغلوا في الحياة العملية. طبعا طبعا ده الامر ده مهم جدا 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 لاقصى درجة، very very important. ليه important؟ لان هو اللي هيعمل يعني implement للشبكات الوايرلس، هو اللي هي implement البيز ستيشن وهيحدد بعد المسافات، وهو اللي بيعمل planning للكلام ده كله، هو اللي يحط الاكسس بوينت فين، هو اللي بينشئ الابراج المايكرويف، اللي بيحط انتنه المايكرويف ويحطها لانهي بعد ويحطها لانهي ارتفاع وهكذا. فموضوع اللارج سكيل فيدنج او اللارج سكيل عموما، كلمه فيدنج بالمناسبه هي عباره عن تغير الباور، يعني خفوت او تغير، يعني ازاي الباور بيتغير بتاع اللارج سكيل على مستوى اللارج سكيل زي ما احنا اتكلمنا في اول الفيديو. فاللارج سكيل ده مهم جدا جدا للاندستري، وبالتالي يعني ولازم يكون يعني جزء اساسي لطلاب الاندر جراد انهم يفهموا الكلام ده، وطبعا اللي ما جاتلوش فرصه ان هو ياخده في الجامعه يعني لازم هيتعب فيه طبعا، ان هو يتعب شويه على نفسه ان هو يتعلم لايج سكيل، لانه من خلاله لو ما تعلموش مش هيقدر يعني يقدر يعمل ديزاين لاي شبكات وايرلس كوميونيكيشن.
لو احد الخريجين دلوقتي بيسمعني هيقول لي دكتور انتوا في الجامعه يعني بتدوا الامور اكبر من حجمها وبتشرحوا معادلات كتير وشغل كتير وبتاع، احنا في الاندستري بنستخدم سوفت وير، هو سوفت وير بندخل بيانات ونطلع الخارج اللي احنا عايزينه وذات ست، ما احناش محتاجين يعني الديب اندرستاندينج يعني للموضوع لاي موضوع ايا كان. يعني هقول له تعالى كده بص معايا كده، طبعا يعني اكيد الناس عارفه الناس اللي شغاله في بلاننج، تعالى كده نشوف مع بعض ادي سوفت وير مستخدم من احد الفيندوز الكبار عندنا في الماركت لشبكات السيلولار كوميونيكيشن سيستم. الهدف من السوفت وير ده هو ان انا بديله بعض البارامترز اللي عندي وهو بيديني بيقول لي والله احنا ممكن نحط كام انتنة في المنطقه الجغرافيه المحدده. يعني شوف ادي التشانل اللي انا بكلمك عليها، ادي جزء التشانل اهوت مثلا، دي احد التشانلز المستخدمه، تشانل موديل المستخدم اللي هو اوكومورا هاتا موديل، طبعا ده موديل معروف جدا للناس اللي بتشتغل في اللارج سكيل فيدنج. شوف البارامترز اللي بيتكلم عليها ايه، يعني مثلا بيقول لك دخل لي الفيدنج مارجن، لازم تكون فاهم يعني ايه فيدنج مارجن، فاهم يعني ايه مثلا ايه ستاندرد ديفيشن شادوينج او ستاندرد ديفيشن او الدور اللي هو الشادوينج بتاعي، مثلا السيل اريا بتاعتي اللي انا قلت لك عليها هتديزاين السيل اريا كام في الميه، 98% ولا 95% ولا هكذا. السيل ايج بروبابيليتي، البروبابيليتي عند الايج وانت ماشي على الايدج بتاعتك هت البروبابيليتي بكام. فالشاهد في الامر ان احنا هندخل بيانات طبعا محدده وهناخد في النهايه الخارج، فمش معقول ندخل بيانات واحنا مش فاهمينها، مش فاهمين يعني ايه السيل ايدج بروبابيليتي وايه اللي هيتحكم فيها ولما ازودها ايه اللي هيحصل ولما انقصها ايه اللي هيحصل، ما انا مش فاهم يعني ايه شادوينج، ما انا مش فاهم يعني ايه فيدنج مارجن، يعني كل الكلام ده كل الكونسبت ده هي لازم اللي يوضحها لك هو اللارج سكيل. عشان كده اللي ضعيف في اللارج سكيل بيبقى صعب جدا يشتغل في بلاننج. وبالمناسبه طبعا الناس اللي شغاله في البلاننج والاوبتمايزيشن في شبكات السيلولر دول اعلى ناس، يعني دول الطب اللي هم ده المخ بتاع الشبكه، ده اللي بيفكر الناس اللي بتفكر في انشاء الشبكه من الاول وهكذا، فبتبقى بتخش الموضوع ده هو بعد حتى خبره عمليه شويه في الايه في الماركت، بس طبعا محتاج معاك كمان خبره نظريه اللي هي خاصه باللارج سكيل. خلينا نروح بقى على الجزء الثاني اللي هو الخاص بدراسه التشانل وهو السمول سكيل. احنا قلنا السمول سكيل ان احنا بتتحرك على سمول سكيل، قلنا سمول سكيل يعني ايه، بتتحرك 2 سنتيمتر او 5 سنتيمتر بالكتير يعني يمين او شمال، قلنا بيحصل سيجنيفيكانت تشينج في الباور، يعني الباور بتطلع او تنزل كده ب 10000 ضعف زي ما احنا قلنا. طيب السؤال دلوقتي ده هيفيدنا بايه، يعني ايه اللي هيفيدني دلوقتي ان انا اعرف الباور بتاعتي طلعت ولا نزلت يعني 10000 ضعف ولا 5000 ضعف ولا 200 ضعف ولا ده هستفاد منه بايه؟ يعني في الحقيقه ده مهم جدا جدا عشان احدد بيه الترانسميشن بارامتر بتاعي، ايه البارامتر اللي هستخدمها في عمليه الترانسميشن ازاي. يعني مثلا انت هتستخدم نوع مودوليشن نوعه ايه، نوع المودوليشن بتاعك نوعه ايه، نوع الكودنج بتاعك ايه، الريت اللي هتبعت بيه قد ايه وهكذا. فدي احنا بنسميها ترانسميشن بارامتر، حتى نوع حتى الانتنا كونفيجريشن اذا كنت ما هتستخدم يعني كايند اوف دايفرستي او حاجه زي كده، ده برضه اللي بيحدده مين، اللي بيحدده للسمول سكيل، اللي بيحدده للسمول سكيل. تقول لي دكتور ازاي انا مش فاهم الكلام ده، اقول لك تعالى مثلا نبص على الجيل الرابع. في شبكات الجيل الرابع طول الفريم بتاعك اللي هو الفور جي بتاعنا، طول الفريم او الديوريشن بتاع الفريم بيبقى 10 ملي سكند. عارف يعني ايه 10 ملي سكند؟ يعني انت كل 10 ملي سكند، انت متخيل الرقم، كل 10 ملي سكند انت بتغير المودوليشن بتاعك وبتغير الكودنج وبتغير الريت بتاعك كل 10 ملي سكند. المودوليشن والكودنج على فكره انت عندك حوالي 29 سكيم للمودوليشن والكودنج بتغيرهم كل 10 ملي سكند، فطبعا مع كل 10 ملي سكند انت بتبقى غيرت حركتك شويه، يعني في ال 10 ملي سكند دول انت تبقى رحت 2 سم 3 سم 4 سم اتحركت، خدت مكان مختلف. احنا بنتكلم على كوميونيكيشن في وضع حركه، ناس بتتحرك، فلو انت غيرت اللوكيشن بتاعك 2 3 سم 4 سم مع كل التغيرات البسيطه دهيت في اللوكيشنز انت على طول بتغير الترانسميشن بارامتر، انت على طول بتغير الترانسميشن بارامتر، بتغير نوع الكودنج، بتغير نوع الموديليشن وهكذا. طبعا مش انت كمهندس السيستم، يعني دي حاجه بتتم اوتوماتيك،
يعني السيستم نفسه هو اللي بي 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 بيتحكم في الكلام ده. يعني تحديدا في الجيل الرابع في الماك لاير بتاع الجيل الرابع والسكادولينج هو المسؤول عن عمليه اختيار الترانسميشن بارامتر بناء على حاله التشانل. فانت بتعرف حاله التشانل ايه كل 10 ملي سكند، وبناء عليها تظبط السكادولر يقول للفيزيكال لاير يعني خلاص نفذي لي بقى على موديليشن كذا، نفذي لي على مثلا كودنج ريت كذا او كودنج كذا، يعني ويغير ترانسميشن بارامتر عشان يحقق سيرتن كواليتي اوف سيرفيس هي عنده يعني. طيب وبالتالي ده بيدخل في بعد كده لما يعني في نقطه ثانيه اللي هو ازاي بقى نصمم الترانسميتر والريسيفر بتاعنا. يعني دور بقى تصميم يعني دور المهندسين بتوعنا في ان هو ازاي يصمم الترانسميتر والريسيفر. عشان تصمم ريسيفر مثلا يمبلمنت 29 سكيمز من الموديليشن والكودنج، فدي نقطه مهمه جدا جدا. طيب تعال بقى دلوقتي نتكلم هو مين اللي مهتم اكتر بموضوع السمول سكيل. في ناس طبعا شغاله في الاكاديميه والريسيرش، وناس شغاله في الاندستري. طبعا الناس اللي شغاله في الاندستري طبعا المهندسين والخريجين بتوعنا موضوع السمول سكيل فيدنج بالنسبه لهم مش مهم، يعني مش مهم خالص. يعني ليه مش مهم؟ يعني ليه؟ لان هو ما بيعملش كونفيجريشن للبيز ستيشن او بيعمل كونفيجريشن للاكسس بوينت او حاجه زي كده ويدخل فيها البارامترز الخاصه بالسمول سكيل. يعني ما بيجي عمره ما هيعمل كونفيجريشن ويقول لك انا هدخل اصل الكوهيرنس باندوث بكذا، اصل الكوهيرنس تايم بكذا، مش هتحصل الكلام ده. ولكن هو محتاج يفهم الكونسبت فقط. الكونسبت هنا مهم جدا يفهم. طب ليه مهم يفهم الكونسبت بس؟ لان هو ما يقدرش يفهم وهو بيقرا المانيوال بتاعت الاجهزه اللي معاه، ما يقدرش يفهم يعني اندستريز الخاصه زي بال ال تي اي مثلا اللي هي التكنولوجيا بتاع الجيل الرابع في الموبايل اللي هي بيزد على الاوف دي ام والسنجل كاير والسنجل كاير اف دي ام اي من غير ما يكون فاهم السمول سكيل. ما يقدرش يبقى ما يعني كلام بالنسبه له طلاسم ولا يفهم حاجه. ما يقدرش يفهم حاجه زي الراك ريسيفر مثلا في ال 3 جي من غير ما يكون فاهم يعني ايه سمول سكيل. ما يقدرش يفهم. هي بس هنا السمول سكيل بتساعده في فهم السيستم، يعني ازاي السيستم بيشتغل وليه احنا عملنا كذا. فانما هو ما بيعملش بيها حاجه في الاندستري، ما بيعملش بيها حاجه، بمعنى ان هو ما بيظبطش كونفيجريشن للمحطه، ما بيدخلش بارامتر في سوفت وير، ما مش هتلاقي سوفت وير يعني بالنسبه في الاندستري يعني يدخل فيه بارامتر خاصه بالسمول سكيل. هو بس محتاج يفهم الايه الكونسبت. على الناحيه الثانيه تماما بقى في الاكاديميا او في الريسيرش، موضوع السمول سكيل فيدنج ده موضوع مهم جدا 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 لاقصى درجه، لان هو ده اساس كل اي فيزيكال لاير، اي موضوع الفيزيكال لاير هتلاقي داخل فيه السمول سكيل فيدنج. فلازم تكون تعرف تعمل سيميوليشن كويس، لازم تكون عارف يعني ايه تايم فارينج ويعني ايه دوبل شيفت، يعني ايه الكلام ده كله. يعني انا اعرف طلبه كتير جدا او بشوف طلبه كتير جدا حتى بتناقش رسائل الدكتوراه والماجستير وكده، تيجي تسالهم في التشانلز هو مش متمكن منها ومش عارف يرد عليك. هنا بتبقى النتائج بتاعته كلها على علامه استفهام، لان هو مش موضوع طلع نتائج، هو موضوع يعني هو مش فاهم ايه اللي بيحصل. يعني تيجي تساله عن علاقه الداتا ريت بالكوهيرنس باندويث او الكلام ده هو مش فاهم. هو لو في بعض الطلبه بتاخد مودلز غلط، يعني طبعا السمول سكيل فيها مودلز مختلفه، لو هو خد موديل غلط او موديل مش مناسب لطبيعه الديزاين اللي هو بيعمله، هيبقى هو شغال في وادي في الديزاين والشانل في وادي تاني، وبالتالي النتائج بتاعته مش هتطلع زي ما هو عايز. يعني مثلا لو انت بتديزاين انترليفر مثلا على سبيل المثال في مواضيع زي الايرور كوركتنج كود مثلا، واخد الشانل تايم انفيرينت، عمره ما النتائج هتدي نتائج مظبوطه ابدا، عمره ما الانترليفر هيشتغل معايا ازاي. لازم معاك انترليفر يبقى انت على طول معاك تايم فارينج شانل، والتايم فارينج شانل بنتكلم فيها على الدوبلر فريكوانسي، بتتكلم فيها على الكوهيرنس تايم بتاع الشانل وعلاقته ايه بالداتا ريت وهكذا. يعني فموضوع الواير الموضوع هنا على في الاكاديمي او في الريسيرش موضوع مهم جدا، بصرف النظر انت موضوعك ايه اصلا في الريسيرش بتاعك. يعني موضوعك مثلا بتشتغل في السنكرونايزيشن او بتشتغل في الايكوالايزيشن او بتشتغل في الشانل استيميشن او في الكودينج او وات ايفر، طالما موضوعك على الفيزيكال لاير
من الموضوعات دهيت، يبقى انت لازم هتحتك بالتشانل، لازم هتعوز التشانل معاك في الموديل بتاعك في السيموليشن بتاعك، والا يعني ما مش هينفع. يعني ما ينفعش تبني سيستم من غير ما تحط في النص ايه، من غير ما تحط في النص تشانل. لو مش حاطط التشانل صح يبقى النتائج بتاعتك كلها على علامة استفهام. زي ما قلت قبل كده، من لحظات الواحد بيشوف طلبه يقول لك، الطالب بيقول لك انا ناشر في جورنالز كذا ومش عارف ايه، تيجي تساله في التشانل مش فاهم، طالما مش فاهم التشانل يبقى نتائجه كلها لا، يبقى عليها علامه استفهام كبيره قوي. طيب بالنسبه بقى لنقطه ثانيه اللي هي يعني خلينا نربط بقى ما بين الاندستري وما بين الريسيرش والاكاديمي. طب هو مين اللي بيعمل الاجهزه؟ مين اللي بيعمل الاجهزه؟ يعني مين اللي بيصمم اجهزه الموبايل اللي هي الخاصه اللي احنا بنستخدمها دلوقتي؟ طبعا اللي بيصمم ديت تبقى فيندور كبار. الفيندورز دول بيبقى عندهم الريسيرش ديفلوبر بتاعتهم، يعني اللي هم بيسموهم R&D. الR&D دول ناس معاهم يعني طبعا متعلمين كويس جدا، ناس معاهم يعني PhD وعندهم خبرة في الاندستري. يعني بيبقى جامع ما بين الاثنين، جامع ما بين الريسيرش وجامع ما بين الاندستري، فهو ده المسؤول عن تطوير الأجهزة، وان هو يغير بقى في الايه، في يحسن في البرفورمانس بتاع من جهاز لجهاز تاني. فده مهم جدا، وده طبعا مستوى من الشغل الشباب بتوعنا، يعني 99 مش 99 يعني 99.99999 من الشباب طبعا ما بيطلعش يشتغل في الكلام ده، ما بيبقاش موجود. فده اللي بيشتغل في الحاجات دي جزء يعني بسيط جدا جدا، اللي هو المهندس اللي جامع ما بين الاندستري، الخبره العمليه والخبره الايه ريسيرش، وبيبقى شغال في احد الفيندورز الكبار الموجودين في الماركت اللي الخاصه بالايه، بالتصنيع. طيب طالما جبنا كلمه يعني جبنا سيرتر ريسيرش والاكاديميا في الموضوع، بس انا عايز اقول كلمه صغيره للناس اللي هم يعني شغالين في الريسيرش والاكاديميا. لو في حد بيسمعني دلوقتي، يعني بقول لك، لو انت تشتغل على الفيزيكال لاير، لو انت مهتم بالفيزيكال لاير في الحقيقه، يعني انت لازم يكون معاك ثلاث كورسات اساسيين، او يعني لازم يكون معاك حاجات اساسيه. يعني الثلاث كورسات الاساسيين لازم يكونوا معاك انت كراجل يعني ريسيرشر هتشتغل على الفيزيكال لاير تحديدا، لازم يكون معاك كورس بروبابيلتي قوي جدا. يعني لازم تكون انت قوي جدا جدا في البروبابيلتي، واخد يعني اتليست وان كورس محترم. الطبيعي انك تاخد كورسين بروبابيلتي على مستوى عالي جدا، وزود البروبابيلتي انت بره الفيزيكال لاير. يعني ما انصحكش تشتغل في الفيزيكال لاير خالص، يعني اطلع بره شوف لك حاجه ثانيه اشتغل فيها، اطلع على الماك لاير، على النتورك لاير، اعمل اي حاجه. حتى كمان لو طلعت على الماك لاير هتلاقي شويه بروبابيلتي بردك، فوزود البروبابيلتي انت يعني يبقى الموقف صعب جدا جدا. يعني كورس اوبتمايزيشن هيفيدك جامد جامد جدا. يعني كورس الاوبتمايزيشن ده من اهم الكورسات حاليا بتدرس لطلبه البوست جرادويت تحديدا. وكورس ستاتستيكال سيجنال بروسيسنج از ا ماست بصراحه. يعني عندي البروبابيلتي والستاتستيك سيجنال بروسيسنج دول اهم كورسين انت ممكن تدرسهم في حياتك. كورس ستاتستيكال سيجنال بروسيسنج ده خاص بالاستيميشن، ازاي تعمل بارامتر استيميشن للشغل بتاعك. يعني فدول اهم ثلاث كورسات على الاطلاق. طبعا دلوقتي كمان اللي طالع موضه الاي اي، الارتفيشال انتليجنت، لو انت قدرت تاخد كورس رابع ارتفيشال انتليجنت طبعا خده. ده الكلام ده قبل ما تفكر في موضوع البحث بتاعك، قبل ما تفكر تعمل ماستر في ايه، كنت هتعمل ماستر في الكوبريتيف مش عارف ايه، ولا الكوجنيتيف راديو، ولا التشن استيميشن، ولا الايكوالايزيشن، ولا تربو مش عارف مين، وات ايفر ايه اللي انت هتعمله، لازم الكورسات دهيات تكون معاك يعني في ايدك، والا مش هتعرف تشتغل. واتيفر الموضوع اللي انت هتشتغله هتلاقي كلام يعني الريسيرش بتاعك انت مش قادر تشتغل لان انت لا تمتلك ادوات البحث. يعني طيب بالنسبه بقى للكورس بتاعنا، احنا مش محتاجين يعني البريكوز بتاعتنا اللي احنا عايزينها، عايزين بس يعني سمول نوليدج في البروبابيليتي، يعني فيري سمول نوليدج، يعني نعرف يعني ايه راندوم فاريبل، ونعرف يعني ايه، عارفين جاوشن نويز يعني ايه، يعني ايه مين، يعني ايه فاريانس. ده اللي احنا بس عايزينه في الكورس بتاعنا. التكست بوك اللي احنا هنشتغل منه هو كتاب وايرلس كوميونيكيشن للمؤلف فاربابورت. الكتاب ده على فكره يعني مهم جدا، ويعني شارح الموضوع بشكل كويس، رغم انه ممكن كتاب قديم شويه، بس هو شارح الموضوع بشكل كويس جدا جدا. فلو انت عندك فرصه يعني تجيب الكتاب او تقراه، يبقى كلام يبقى يعني ان شاء الله يديك يعني مور اندرستاندينج. في النهايه عايز اقول كلمه، انا نظمت الكورس اللي هو بحيث يتناسب مع طلاب الاندرجراد والخريجين، لان احنا طبعا هنتكلم على الكونسبت والحاجات الاساسيه الموجوده في اللارج سكيل فيدنج. بالنسبه للاناليسيس حطيت شويه اناليسيس عشان طلاب، عشان الاندر جراد، لو حد بياخد كورس اندر جراد او شيء يعني يستفيد من المحاضرات بتاعتنا.
بس نصيحة، لو حد بيذاكر عشان امتحان أو حاجة زي كده أو بياخد كورس في الجامعة، يا ريت ترجع للتكست بوك، لأن طبعا وارد إن أنا وأنا بشرح يبقى يحصل في بعض التايبوز أو حاجة زي كده، في إن إحنا بشر وبنغلط. فلو عشان الامتحان بتاعك أو بتذاكر للامتحان، يبقى دايما ارجع للتكست بوك عشان تاخد الفاينل إيكويشن. أنا نظمت الكورس بحيث سميت الفايلز عندي، لما سميت لي مثلا حاجة كونسبت يبقى تعرف إن أنا في الفيديو ده بس بشرح البيزك كونسبت. ده كفاية جدا للخريجين والأندرجراد لو هو عايز يقف عند كده يعني. في الفيديو اللي بعده بدي مثلا شويه اناليسيس، فتلاقي اسم الفيديو ممكن فيه اناليسيس او حاجه زي كده. في بعض الفيديوز بدي اكزامبل وهكذا يعني. ان شاء الله يعني وقت تسجيل الفيديوز ده انا يعني بقدم بس البيزكس بتاعت اللارج سكيل والسمول سكيل فيدنج. ان شاء الله في المستقبل نضيف بعض الفيديوز المور ادفانسد الخاصه بالبوست جراديويت ستودنتس، اللي هم يعني ازاي نعمل بقى سيميوليشن للتايم فيرينج شانل وندخل معانا سمول سكيل فيدنج في سيميوليشن. على فكره الحاجات دي مش سهله خالص، في يعني في كتير جدا من الطلاب ما بيعرفوش يعملوها. فان شاء الله يعني نحط فيديوهات يعني في المستقبل حسب الوقت ما يسمح ان احنا يعني نطور في الكورس بتاعنا ونحط فيديوهات زياده عن الموضوع. انا كده يعني انتهيت من السيشن بتاعتي. اتمنى بس في السيشن ان انا اكون يعني بينت اهميه الوايرلس شانل وليه احنا محتاجين ندرسها، ولازم نهتم بيها في دراستنا احنا كطلاب وحتى كخريجين، ان انت يعني انك هتستعملها في الديزاين الخاص بشبكات الوايرلس زي ما قلت. وبالنسبه للباحثين دي هتخش معاك في كل موضوع، انت هتدخل اي موضوع هتخش فيه هتلاقي فيه الوايرلس شانل سام هاو موجوده في الموضوع بتاعك. وشكرا جزيلا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.